اوكي هلا انا حموشي. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد من ماب. لو خيروك تقتلونا هواي انه نسوي فيديو جزء ثالث، فذاك يا اصدقائي راح نسوي هذا الفيديو لكم. قبل كل شيء حطوا لايك واشتركوا في القناه وخلونا نبدا بهذا الفيديو. مو تنسون تجيبون لايككم هواي وتشاركونا مات بالاجوبه وخلونا نلعب. يلا اوكي خلينا نشوف شنو الاسئله. اول شيء الشتاء او الصيف؟ اختار اكيد الشتاء اكيد. فيلا طبعا العراقي لو يموت ما يختار الشتاء لانه الصيف اصلا ما ينجرع. ها ثانيه الصيف بايس كريم عادي، شو يسوي بالايس كريم؟ نايس يعني حلو. لا لا اختار الشتاء. واذا تريدون حلقات اكثر من هذه السلسله ادعمونا بلايك واشتراك اكيد على مود نشكم هواي على روبلوكس. الرجوع الى افضل ايام حياتك او تقدم 5 سنوات في العمر؟ تقدم 5 سنوات اخذ لي دراجه. اقول لكم يمكن اقدر اسوق سياره. لحظه خل اروح هنا على مود اسوق سياره يصير عمر قانوني واقدر اسوق سياره. هو طبعا عندنا هنا حاليا عادي تقدر تسوق يعني بعمر شوي كبير، لكن اوكي اوكي. الشعر القصير او الشعر الطويل؟ اكيد القصير. اوف كورس قصير، حتى شعري باللعبه قصير. هي وطا انا شعري هنا أنا وسط ممكن الشعر الطويل. لماذا باي؟ فصراحه انا حختار هذا ما ادري. اوكي بعده الأنوثة يختارون طويل 70%. نايس يلا يلا نكمل. النوم على السرير من ذهب او النوم على سرير خشبي ومريح؟ انا شو اسوي بالذهب؟ لو لا اقول لكم ابيعه. ذهب ابيعه واشتري واحد احسن منه. شوف 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 خل ابيعه. لا لا اشتري اشتري اصلا بيت واشتري سياره. خلاص اروح بسرير ذهب شو اسوي بهذه؟ ابيعه واشتري سياره وقصر. لا شو اسوي بالقصر؟ انا ما احب القصر بس يعني بيت فخم. اوه ماي جاد واو رهيب رهيب. يا ريت له حقيقي. العيش مدى الحياة مع أخيك أو العيش مدى الحياة مع أخي؟ أكيد ويا أخوي. هذا أخو أخوي أمي لازق هيجي لازق لازق ما يعرفني. أوكي فراح أختار هاي. أوكي فيلا خلينا نشوف ذولاك. إيه 20%. يلا 50% 20%. أوكي اكتشاف أسرار الفضاء أو اكتشاف أسرار المحيط؟ الفضاء لو ما ادري ايش يصير ما يخلص فراح اختار المحيط. لا اصلا ما ادري راح اختار الفضاء. احب الفضاء من وراء فيلم انترستيلر. اي والله صح. مو كلش حلو الفيلم بس يا اصدقائي بنيتي اعرف شنو موجود بالثقب الاسود. هو ما حد يقدرون فاحاول اتمنى احاول شنو اقصد يعني هو اتمنى انه اعرف شنو بي. صح لا انا فريق ازرق دمي قليل. وات اهربي وين اروح؟ ما عرفني بحالي يا اخي عيفني بحالي. بس اضغط وامشي ما اعرف منو قدامي. يا ربي يا رب كله محمر. اي والله يا راح عيفوني بحالي بعد الثلاجه راح اموت. اوكي والله ما يعيفوني بحالي. بليز دونت كير عيفني. هذا وات 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 اكلت له اضربه ما يصير. دمي قوي يزود يا رب. هذا هكر والله هاي البارده والما ادري ايش. هذا وات مو طبيعي. اوه احنا فزنا. يلا خلاص ما ادري والله من الفايز ما ممكن نلعب مره ثانيه. انا ازرق نسيت ازرق ازرق. اوكي شوف هاي البي بي بي يا اختي البارده البارده. يلا هسه خلونا نكمل. تربيه القطط او تربيه الكلاب؟ اكيد القطط طبعا انا احبهم كلش بس المشكله او لا تعرفون ليش ما اقدر اربيهم؟ كلاب وفيه. اما ما اختار القطط. كلاب جايز. اوكي ها بس اثنين يا رب الثاني عادي. تنسى كل من تعرفهم او تنسى من انت؟ فاذا هم يقولوا انا ما راح يقولوا لي من انا. عرفت شو؟ فراح اختار هاي. يلا تش تختارون قولوا لنا بالتعليقات. اوكي يابا على البيبي لو ما تخلص الفيديو ولا صنف عليها عارفين. اوكي يلا السؤال اللي بعده خلينا نشوفه. بلوكس بيرج هذا موب او بروك هيفن. بروك هيفن ما ادري هذاك شنو الماب. بلوكسبرج ما ادري فراح اختار يا اصدقائي بروك هيفن. ما ادري رغم ان انا اكره هالماب ما ادري شلون الناس تلعب الصراحه بس اتس اوكي. تعادل اصلا نايس. اوكي يلا هسه خلينا نكمل. يصبح لون شعرك وردي او قص شعرك بالكامل؟ اوكي عادي اصبغه. اتوقع بالفيديو السابقات كلش اتوقع كان طالع لي. سمع 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 سمع
اتوقع كان طالع لي قبل ويمكن اختارت قص شعر بالكامل اللي كنت كارها اللون لحد الان اكرهه بس ما ادري المهم اسبغ شعره ولا اقصه. اذا قص شعري راح يصير ذروك كريتوس. او ماي جاد الحقد على من يكرهك او نسيان الماضي وما سامحته. عادي خله سامحه انا شو اسوي بي اصلا فعلت هم وضعيتي دونت كير يعني صدق صدق المن يعني احقد عليه وليش هيك تكرهني خليه يكرهني شو اسوي بي بعد هولي اوكي ليتس جو بعد تفكيرهم والله ما ادري المهم ف 66 ب 33 والله الصراحه ما ادري ايش تحسون اوكي الغني ولكن سارق فقير ولكن متربي اوف كورس هذه متربي جايز خلينا نشوف منو ذولاك راح يختار بع الثلاجه الثلاجه بايعه حياتها الثلاجه بع الثلاجه مختار غني ولكن سارق ايا ثلاجه هاي سيطلع كل الاكل بيها كلها حرام اوه ماي جاد بس خل اراويكم بس خل اراويكم الثلاجه أفع بس عليك يا ثلاجه أفع عليك باعوا لي الثلاجه باعوا على اسف الثلاجه تحارب يا اخوان با با او ماي جاد وانت هاي صديق هاي شلون مشتريها خلونا نسلم مره ثانيه خل اشوف هاي المشي بالله امشي 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 ما يسمع امشي امشي شكله ضحك وش وش الضحك اي ما ادري شلون ما ادري اذا كنا بهذاك الترند اللي يطير هو ورجله صدق ما من شيء نقولون المهم فا اوكي تصبح ممثل مشهور او تصبح طبيب محترف ممثل او طبيب انا بعد عايز لي اشوف قلب ودم وراح مراحج لا اثنيناتنا اكرهنا اول تالي شو عندي اصير ممثلة بهال وانا ليش اصير طبيب فرق ما راح اختار شيء انا اصلا احتاج هلا يا البرد هلا هلا يا البرد والله اليوم ما ادري السفر في النهار او السفر في الليل انا مو راح اختار النهار راح اختار النهار يلا اي شنو هذول حطها هي بس انا يا جماعه السهرارين السهرارين يحبون اللي هي هذيك البارده وين ذيك البارده وينها بس لا طلعت هلا ذيك واقفه يم الليل البارده ما اقول لكم اطلع اكثر شيء ندمت عليه او تحقيق اكبر امنياتك اكيد هذا والماضي راح اصلا فراح احقق احلامي ان شاء الله وامنياتي والاشياء نعم نعم اكيد هاي ايش عندي بذيك وليش اصلح التلفزيون وين البارده اوكي هلا البارده هلا هلا بعد سكن بعد سكن البارد اوكي الاكل المشوي او الاكل المقلي المقلي كريسبي كنتاكي هذا شلون يمشي وهاي اليوم شو هالشخصيات واحد ثلاجه وواحده بارده شوف شوفون واقفه ما تتحرك وهذا هيك يمشي كأنه زومبي حرفيا شخصياتهم غريبه يعني ما ادري شلون اقتنعوا اشتروا ثلاجه والله شخصية بس حبيت ترى الثلاجة شخصيتها حلوة تصبح مخرج مشهور او تصبح ممثل مشهور مخرج صراحة احب اتوقع مخرج درجة خرافية ما احب التمثيل المهم راح اختار انه مخرج هلا يا الباردة هلا يا الباردة والله اليوم ما يخلص الفيديو الا وانا مصنفة عليها ترى مو دا انا اصنف بس يعني هلا يا الباردة العيش في بيئة صاخبة او العيش في مكان منعزل 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 اوكي هلا يا البارده هلا يا البارده هلا هلا يا البارده لو تشوف وين الثلاجه تجيب هذا الفاس مال الثلاجه الثلاجه ما مختار شيء ايش عجب ليش شيء ثلاجه والله طيب ظني الثلاجه اسمها سات اوكي هي خمس ثلاجه تعالي الثلاجه او ماي جاد تعالي البارده تعالي البارده لا تسكت لي البارده تعالي البارده تعال انت يا الزومبي بعد المشي والله ضحك تعالي البارده البارده الواقفه تعالي البارده اخ ثلاجه احسن ثلاجه لا تفزع ثلاجه بليز والله قتلك كلهم بليز يس 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 موتي يا البارده يا البارده قتلني يس كفو منك ثلاجه ثلاجه رهيب يا نوب هذا منو هذا يافر ها ازرق تعال انت زومبي لا هذا مسكين هذا والله زومبي
عشان يمشي والله الدوخ كان ماشي حاجه صعبه. تعال تش اسمك انت البارد الثالث باردين anyway. شوفوا يا اصدقائك ها هذا من فريقي هذا من فريقي ما اريد ارده قلت له وصح له بارد لا 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 سوري سوري عبالي من غير فريق يلا نونا تصبحين على الخير راح انام اوكي خلص يلا يلا خليها سبعة عد نختم الفيديو هذا وكل شيء بالفيديو صراحة الفيديو جنن ورد يسوي فيديو جزء ثالث اول شيء قبل كل شيء نودع الباردين هذا هو شو اسمه هذا لا طلع هذا زومبي باي كولد وذيك هذا ثلاجة باي باي ثلاجة والباردة ذيك شكلها طلعت ليش ما وطيتني يا اخي قلت لك المهم الباردة طلعت والثلاجة طلع والزومبي طلع فيب خلونا هسه نختم الفيديو حط لايك واشتركوا وبس باي باي مع السلامة.